بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع حل اختبار الفصل العاشر مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي، أول سؤال بيقول لي: أملأ الفراغ 15 ملي متر حولها لسنتي. طبعا لما نحول من الصغير إلى الكبير بنقسم، هنقسم على 10، يعني نشيل صفر. لو قسمنا على 10 هنشيل صفر، يعني هتبقى 15 سنتي. لما تحول من الصغير للكبير دائما تقسم، من الكبير للصغير تضرب. 4 كيلو متر، أنا كبير هحول للصغير أضرب في 1000، يعني 4000. لسه قايلين دلوقتي من الصغير للكبير اسمه، من الكبير للصغير ضرب. هنا هحول من الصغير أغير للكبير، أقسم على 1000 يعني يعطيني 3. هنا من الكبير للصغير أضرب في 100 يعني يعطيني 800. تمام، نمسح دول ننزل تحت شوي. هل يعد 20 كيلو متر قياسا معقولا لطول مسبح؟ 20 كيلو متر يعني 2000 متر. أقول له لا، كبير جدا. بس أقول له لا، أنا بيقول الحجم بتاع المسبح ده كبير جدا، احنا عارفين المسابح بتبقى أصغر من كده. أقول له كبير جدا، إيه عشان نطلع فوق شوي. أملأ الفراغ، هنا عاوزنا اعمل له ايه؟ بيقول لي 21000 جرام، احولهم لكيلو جرام يعني اقسم على 1000، يعني تصير 21 بس، شيل الاصفار. طيب 390 ملي جرام، لو انا قسمت على 1000 يعني هتطلع 390 من 1000. 390 من ايه؟ من 1000. قسمنا ال 390 عليها، يعني دي 900، 390 جزء من ال 1000. اكتب له كده 390، وهعمل له من 1000، يعني اعمل له العلامة اللي احنا اللي هي كده. يبقى لما تقسمها هتلاقيها تطلع معاك 390 على 1000، تطلع معاك بالشكل ده 300، تطلع معاك. او تقول له 39 من 100، يعني هي من 1000 على فكرة 390، او تقول له 39 من 100 من الجرام. من الايه؟ من الجرام. طيب نروح 4000 مللي بالنسبة لللتر، هنقسم على 1000 يعني 4. 74 هنضرب في 1000 يبقى 74000. قطع رغيف 20 شريحة، كتلة كل منها 24، يبقى أنا لازم أضرب الأول ال20 في كام؟ في 24. لو ضربنا ال20 في 24 هنطلع الناتج هنا كده ونقول له يساوي الأربعة في صفر بصفر، الأربعة في اتنين بتمانية، نحط تمانية، وبعدين هنحط اتنين في صفر بصفر نحطها تحت الصفر، أول صفر هنا وبعدين صفر تحت التمانية، واتنين في اتنين بأربعة يعني هتطلع 480. طيب هو عاوز اوجد كتلة الرغيف بالكيلو جرام، عاوزنا نوجد له الكتلة دي بالايه؟ بالكيلو جرام، يعني هتطلع لو قسمت على الالف هتطلع 48% من الكيلو جرام. هعملها له كده 48% من الكيلو جرام، او 480 من الف لو حطيت صفر زي ما حطيتش.
يعني تطلع 48% من الكيلو جرام، لأن الكيلو 1000 ودي 480 يعني 48%، ما تكمليش 50% حتى. طيب هنا بقول لي غادر جاسر منزله صباحا بالوقت الذي تشير إليه الساعة أدناه. طيب هو الساعة هنا 9:30، إذا استغرق ربع ساعة 15 دقيقة يعني المفروض هتبقى ايه 9:45، بعدين خد كمان 25 يعني هيبقى 10 و10، 10 و10 دقائق. نطلع للي فوق، تنسونيش من اللايك والاشتراك يا احباب، ارجو دعمي لاصل الى 100,000 بفضلكم وبتعاونكم معي. ما التقدير الانسب لسعة ملعقة الطعام؟ ملعقة طبعا صغيرة، يعني المناسب لها 20 ملي، مش 2 لتر ولا 20 لتر ولا 50 ملي، هي 10 ملي. شاركت والدة حفصة في الإعداد للندوة التوعية تقيمها جمعية خيرية، فإذا غادرت منزلها الساعة 7 صباحا، حلو، وعادت الساعة 2 بعد الظهر، فكم أمضت بعيدا عن المنزل؟ لما نحب نحسب، لأن هنا ما هو الصباح، هنا بقى إيه بعد الظهر، زود كده معايا بعد 7 8 9 10 11 12 بقت الظهر، بعدين 1 2 يبقوا كده 7 ساعات و10 دقائق، يبقوا 7 ساعات و10 دقائق. وممكن نعملها له بالطريقة التانية، بالطريقة دي خلي بالك تعتبر الساعة 2 ظهرا يعني 14، لو احنا حسبنا ال 24 ساعة، وهناخد منهم 25 دقيقة، حلو، ونطرح بقى 15 من هنا وهنطرح منهم 7. هو المفروض لما بنيجي نحسب كده بنحسب الوقت اللي وصلنا له نخصم منه الوقت الأول، 5 خدت منها 5 0، أخدت منهم 1 1، ال 14 أخدت منهم 7 يبقى 7، يبقى الوقت اللي هي أمضته 7 ساعات و10 دقائق. بقى إيه؟ عرفنا إحنا عملناه إزاي؟ لأن الاثنين بعد الظهر يعني بقت 14 بعد ال 12 و13 14، لكن لو كانوا الاثنين في نفس الوقت صباحا ما كناش قلنا 14 ولا حاجة. الاستاذ هيقول لك انت عملتها ازاي، او المعلمه تقول له كده، يبقى كان الاثنين. هنا بيقول لي اوجد الزمن المنقضي، اوجد الزمن المنقضي، دايما بنطرح الاول من الثاني، نطرح الاول من الثاني، يعني اطرح السبعه من 11 و 50 نطرحهم كده ونشوف هيطلع معانا كام. هنا هتبقى دي 10 ودي بقت 4، 10 خدت منها 9 بقت 1، ودي 4 خدت منها 3 بقت 1، 11 خدت منهم 7 باقي 4، يطلع معايا 4 ساعات، 4 ايه؟ ساعات و11 دقيقة، تمام؟ أقول له 11، 4 و11 دقيقة، يبقى إحنا دايماً بجيب الزمن إزاي؟ بأطرح الأول من الثاني، أطرح الأول من الثاني. طب أنا الوقت كانت هنا عندي هنا بقى مساء وهنا صباح، يبقى أنت بعد مساء زود، بعد مساء يعني زود كأنك 12، مساء دي 11 وبعدين بقت 12 وبعدين 5، يعني إيه تقول 12 13 14 15 16 17، يعني ده هي كأن هي 17 بعد ال 12 وإيه و8 دقايق، هطرح منهم 10 و30، فهمنا يعني إيه بعد الفرق بين مساء، مساء دي بتوصل ل 12، بعدها بقى تزود 1 2 3 4 5، خلاص كده. طيب أنا هطرح بقى 8، أخدت منها 0 هتديني 8 زي ما هي، والصفر أخدت منه 3 مش هينفع، هستلف واحد من 7 هتبقى 6،
واخدت هنا ساعة ب60 دقيقة، اخدت منها 3 يعني باقي 3 اللي انت استلفتها ب60. بقى عندك هنا 16 خدت منهم 10 باقي 6، يبقى الفرق هنا يديني كام؟ 6 ساعات و8 و30 دقيقة. عرفنا احنا بنعملها ازاي؟ طب ممكن واحد يقول لي ايه؟ طب انا هحط على 10 ونص، نص ساعة يبقى 11، وكمان ساعة يبقى 12، طيب ده ساعة ونص، وخمسة يبقوا 6 ونص، والتمن دقايق يعني برضه 6 و38. بس انا بعلمكم لما بختلف من مثال وصباحا تزود تخليهم فوق ال 12، فوق الايه؟ ال 12. المهم كله في النهاية هتعطيني 6 ساعات و38. هنا بيقول لي ايه النقطة دي؟ بيقول لي املأ الفراغ 12 يوم في 12 اسبوع فيهم كم يوم؟ اضرب في 7، 7 في 2 ب 14، 4 الواحد، غير اللغة بس كده عشان تكتب معانا باللغة الرياضيات، 4 ومعايا الواحد، حط الواحد فوق هنا. طيب 7 في 1 ب 7 ومعاك واحد يبقوا 8، يعني تديني 84. 84 يوم، 5 505 و80. تعالى نطرحهم نقسمهم على كام ساعة؟ 60. أنا بقى عشان لما يكون عندي عدد كبير كده ومش عارف أقسم، أقوم أعمل كده أقول إيه؟ بص، 60 زائد 60 زائد 60، فاهمين؟ ده الكلام ده عشان ما تستخدمش الآلة الحاسبة. أنا مجربها وعارف هتطلع معايا كام، هي هتطلع 9، بس أنا بوريكم أنا طلعتها 9 إزاي وثلاث أرباع. أوريك أنت لما يكون عندك عدد كبير زي كده تعملها إزاي. تكرره، تمام؟ نكرر ونجمع لغاية ما نقرب من العدد، بس ما تزيدش عنه. 1 2 3 4 5 6 7 كمان 8 اعمل له كمان 60. يقول لي ده الطريقة ديتي هي دي. انا بشوف انا عاوز اجيب العدد ده، فلازم اقسم على 60. 1 2 3 4 5 6 7 8 9، كل دولت هيديني في الاخر ايه؟ صفار. طيب نجمع بقى 6 و6 12 و6 18 و6 24 و6، لا يعني شوف انت ال6 في 9 بكام؟ ب 54. 6 في 9 ب 54، يعني اهو 54. طيب بقيت العدد عندي باقي كام؟ 45 دقيقة، باقي 45 دقيقة علشان يديني العدد دي. تعالى كده نجمعهم، 5 و0 هي الخمس، 4 و4 تديك 8، والخمسة اهي هو ده العدد اللي كان موجود عندي. يعني انا اذا بقى اقول له هنا هيعطيني كام؟ 9 ساعات وثلاثة على أربعة، يعني 45 دقيقة، يعني أقول له 3 على 4، يعني هو عاوزها بالساعات مش عاوز بالإيه؟ بالدقايق. أقول له 9 ساعات وثلاث أرباع، الثلاث أرباع يعني 5 على 4. هذا ده اللي بين لي لما طرحتهم طلعوا لي معايا بالعدد كده. طيب أنا عندي كام؟ 84 ساعة، يعطيني كم يوم؟ أقسم على 24 يطلع معايا 3 أيام أهو. شوف 24 وكمان 24 وكمان 24، هتجمعهم هيديك 72 وهيفيض 12 ساعة. يعني أنا كررتهم 3 أيام وفاض معايا 12 ساعة. لو جمعت هنا 12 اللي هم باقيين هيدي لك ال 84، 2 و 2 4 1، يبقى هو 84 لما تحولها بالساعات والايام هتحط لك 3 ايام، لان اليوم 24 24 24، المهم ما تعدهمش. ده بطريقه عرفت لو انت ما انتش عارف تقسم، لو مش عارف تقسم ايه، لان ما انتش عارف تقسم العدد كبير اجمع، بالطريقه دي يكون افضل. أو بيقول لي متى تجد
الزمن المنقضي بين حدثين. أقول له بالطرح، معلش نغير اللغة خليها عربي. طرح الزمن الأول من الزمن الثاني ويختلف. صباحا عن مساء بزيادة الوقت بعد الساعة الثانية عشر. تعد تزود بقى الثانية عشر، يعني بقى تخلي بقى 13 14، يعني ايه المهم ان انت تختلف، يعني هيختلف الوقت صباحا عن ايه؟ عن مساء. زمان وريتكم كده، دلوقتي خلينا اربع خمسة، يعني زودنا عليه، كله يختلف الوقت طبعا صباحا عن مساء. باللايك والدعاء والاشتراك ونشر القناة بين زملائكم وأصدقائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.